أول صادح بالقرآن ابن مسعود، صحابي وفقيه ومقرئ ومحدث وأحد رواة الحديث النبوي، وهو أحد السابقين إلى الإسلام وصاحب نعلي النبي محمد وسواكه، وواحد ممن هاجروا الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، ومن أدركوا القبلتين، وهو أول من جهر بقراءة القرآن في مكة، وقد تولى قضاء الكوفة وبيت مالها سادس المسلمين على وجه الأرض وقاتلوا أبي جهل. وقال عنه النبي أن رجله أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. من هذا؟ إنه أول صادح بالقرآن، الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، فأهلا بكم. هو عبد الله بن مسعود بن غافلة بن حبيب الهذلي، يكنى أبا عبد الرحمن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقبه بابن أم عبد. أسلم قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وهو سادس من دخل الإسلام، فعنه أنه قال: لقد رأيتني سادس ستة ما على الأرض مسلم غيرنا، وقد هاجر الهجرتين وشهد بدرا وأحدا والخندق وبيعة الرضوان وسائر المشاهد مع رسول الله، وهو الذي أجهز على أبي جهل في غزوة بدر. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 848 حديثا، فقد كان خفيف اللحم نحيفا قصيرا شديد الأدمة، يعني غيرت الشمس لونه، بعينيه أثرين السودين من البكاء، وكان من أجود الناس ثوبا أبيضا ومن أطيب الناس ريحا، وكان يعرف بالليل بريح الطيب، كما كان يتخذ خاتما من حديد. النشأة والبدايات. نشأ عبد الله في مكة حيث استقر بها أبوه مسعود بن غافل قبل الإسلام، وخلف عبد بن الحارثة بن زهرة بن كلابة بن مرة القرشي. وكان عبد الله راعي غنم، ويحكي بن مسعود عن أول لقاء به بالرسول: كنت غلاما يافعا أرعى غنم لعقبة بن أبي معيط، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فقال: يا غلام، هل عندك من لبن تسقينا؟ فقلت: إني مؤتمن ولس سقيكما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل عندك من شاة حائل لم ينزل عليها الفحل؟ قلت: نعم. فأتيتهما بها، فاعتقلها النبي ومسح الضرع، ثم أتاه أبو بكر بصخرة متقرعة فاختلب فيها، فشرب أبو بكر ثم شربت، ثم قال للضرع: اقلس. فقلس. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقلت: علمني من هذا القول. فقال: إنك غلام معلم. لقد انبهر عبد الله بن مسعود حين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمين يدعو ربه ويمسح ضرعا لا عهد له باللبن بعد، فهذا هو يعطي من خير الله ورزقه لبنا خالصا سائغا للشاربين. وما كان يدري يومها أنه إنما يشاهد أهون المعجزات وأقلها شأنا، وأنه عم قريب سيشهد من هذا الرسول الكريم معجزات تهز الدنيا وتملأها هدى ونورا. بل ما كان يدري يومها أنه وهو ذلك الغلام الفقير الضعيف الأجير الذي يرعى غنم عقبة بن معيط سيكون إحدى هذه المعجزات يوم يخلق الإسلام منه مؤمنا بإيمانه كبرياء قريش ويقهر جبروت ساداتها. وإن كلمة غلام معلم ستتحقق فيما بعد، ولكن قبل هذا حدث مشهد لا يقدر عليه إلا ذو عزيمة وقوة وتحدي. يذهب عبد الله بعد إسلامه، وهو الذي لم يكن يجرؤ أن يمر بمجلس فيه أحد أشرف مكة، إلى مطرق الرأس حثيث الخطى، إلى مجمع الأشراف عند الكعبة، وكل سادات قريش وزعمائها هنالك جالسون، فيقف على رؤوسهم ويرفع صوته المثير بقرآن الرحمن: علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. ثم يواصل قراءته، وزعماء قريش مصدومين، لا يصدقون أعينهم التي ترى ولا آذانهم التي تسمع، ولا يتصورون أن هذا الذي يتحدى باسمهم وكبريائهم إنما هو أجير واحد منهم وراع غنم لشريف من شرفائهم، عبد الله بن مسعود الفقير المغمور. حتى قال عنه الزبير أنه ثاني شخص يصدح بالقرآن في مكة بعد رسول الله. ولقد بدأ هذا الموقف القوي الذي حكيته لكم بهذا. اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعوه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا. قالوا: إن نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوا. قال: دعوني فإن الله سيمنعني. قال: فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى، وقريش في أنديتها، حتى قام عند المقام ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم.
رافعا بها صوته الرحمن علم القرآن. قال: ثم استقبلها يقرأها. قال: فتأملوه فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن أم عبد؟ قال: ثم قالوا: إنه ليتلو بعد ما جاء به محمد. فقاموا إليه فجعلوا يضربونه في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه، فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك. فقال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم لأغديناهم بمثلها غدا. قالوا: لا، حسبك، قد أسمعتهم ما يكرهون. لم يكن يعرف ابن مسعود أن النصر قريب، لم يكن يعرف أنه سيكون مميزا جدا، إلا أن التاريخ سيذكره بكل المواقف القادمة. فالتاريخ لا يختار الناس على أساس أموالهم، فلم يكن أغنى الناس ولا حتى أوتي بسطه في الجسم والقوة، ولم يملك الحسب والنسب والجاه، بل كان إنسانا عاديا مثل كثيرين. لو وقعت العين عليه لم تر شيئا مميزا، ولكن الحياة قاربت على الاختلاف. لقد صدقت فيه نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام يوم قال له: إنك غلام معلم. فقد علمه ربه حتى صار فقيه الأمة وعميد حفظات قرآن جميعا. يقول ابن مسعود: أخذت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. حكايته مع رسول الله: لم يكن يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ولا في حضر، ولقد شهد المشاهد كلها جميعها. وكان له يوم بدر شأن مذكور مع أبي جهل الذي حصدته سيوف المسلمين في ذلك اليوم الجليل. ومن إحدى مواقفه مع رسول الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه أن يقتدوا بابن مسعود فيقول: تمسكوا بعهد ابن أم عبد، ويوصيهم بأن يحاكوا قراءته ويتعلموا منه كيف يتلو القرآن، فيقول: من أحب أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد. دعاه يوما الرسول وقال له: اقرأ علي يا عبد الله. فقال: أقرأ علي وعليك أنزل يا رسول الله؟ فقال له الرسول: إني أحب أن أسمعه من غيري. فأخذ ابن مسعود يقرأ من سورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى: كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. صدق الله العظيم. فغلب البكاء على رسول الله وفاضت عيناه بالدموع، وأشار بيده إلى ابن مسعود وقال: حسبك، حسبك يا ابن مسعود. ابن مسعود بين الصحابة. اجتمع نفر من الصحابة يوما عند علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، ما رأينا رجلا كان أحسن خلقا ولا أرفق تعليما ولا أحسن مجالسة ولا أشد ورعا من عبد الله بن مسعود. قال علي: نشدتكم الله، أهو صدق من قلوبكم؟ قالوا: نعم. قال: اللهم إني أشهدك، اللهم إني أقول مثل ما قالوا أو أفضل. لقد قرأ القرآن فأحل حلاله وحرم حرامه، فقيه في الدين عالم بالسنة. وكان أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن عبد الله بن مسعود فيقولون: إن كان لا يؤذن له إذا حججنا ويشهد إذا غبنا، وهم يريدون بهذا أن عبد الله رضي الله عنه كان يظفر من الرسول صلى الله عليه وسلم بفرص لم يظفر بها سواه، فيدخل عليه بيته أكثر مما يدخل غيره، ويجالسه أكثر مما يجالس سواه، وكان دون غيره من الصحب موضع سره ونجواه، حتى كان يلقب بصاحب السواد أي صاحب السر. يقول أبو موسى الشعري رضي الله عنه: لقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وما أرى إلا ابن مسعود من أهله، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه حبا عظيما، وكان يحب فيه ورعه وفطنته وعظمة نفسه، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: لكنت مؤامرا أحدا دون شورى المسلمين لأمرت ابن أم عبد. وقد مرت بنا من قبل وصية الرسول لأصحابه: تمسكوا بعهد ابن أم عبد. هذا هو عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه ومضة من حياة عظيمة مستبسلة عاشها صاحبها في سبيل الله ورسوله ودينه. هذا هو الرجل الذي كان جسمه في حجم العصفور، نحيف قصير يكاد الجالس يوازيه طولا وهو قائم، له ساقان ناحلتان دقيقتان صعد بهما يوما أعلى شجرة يجتني منها أراكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى أصحاب النبي دقتهما فضحكوا، فقال عليه الصلاة والسلام:
تضحكون من ساقي ابن مسعود، لهما أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. أجل، هذا هو الفقير الأجير، الناحل الوهنان، الذي جعل منه إيمانه ويقينه إماما من أئمة الخير والهدى والنور. ولقد حظي من توفيق الله ومن نعمته ما جعله أحد العشرة الأوائل بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين بشروا وهم على ظهر الأرض برضوان الله وجنته. بعد وفاة النبي محمد شارك ابن مسعود في فتح الإسلامي للشام، وشهد فيها معركة اليرموك، وتولى يومها قسمة الغنائم. اختار عبد الله بن مسعود بعد انتهاء الفتح الإقامة في حمص، إلى أن جاءه أمر من الخليفة الثاني عمر بن الخطاب بالانتقال إلى الكوفة ليعلم أهلها أمور دينهم وليعاون أميرها الجديد عمارا بن ياسر. وكتب عمر إلى أهل الكوفة فقال: إني قد بعثت عمار بن ياسر أميرا، وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا، وهما من النجباء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، فاقتدوا بهما وأطيعوا واسمعوا قولهما، وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي. وقد بقي عبد الله بن مسعود بالكوفة مدة خلافة عمر وبداية خلافة عثمان بن عفان، إلى أن عزله عثمان وبعث إليه يأمره بالعودة إلى المدينة. اجتمع أهل الكوفة وقالوا لعبد الله: ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه. فقال عبد الله: إن له علي حق الطاعة، وإنها ستكون أمور وفتن، فلا أحب أن أكون أول من فتحها. ورد الناس وخرج إلى المدينة، وكان على حق، حيث تغيرت الدنيا وبدأت الفتنة التي سنتحدث عنها يوما ما في فيديو منفصل. خاض المعارك الظافرة مع الرسول عليه الصلاة والسلام مع خلفائه من بعده، وشهد أعظم الإمبراطوريتين في عالمه وعصره تفتحان أبوابهما طائعة خاشعة لرايات الإسلام ومشيئته، وهما الفرس والروم. ورأى المناصب تبحث عن شاغليها من المسلمين، والأموال الوفيرة تتدحرج بين أيديهم، فما شغلهم من ذلك شيء عن العهد الذي عاهد الله عليه ورسوله، ولا صرفه صارف عن إخباته وتواضعه ومنهج حياته، ولم تكن له من أماني الحياة سوى أمنية واحدة كان يأخذه الحنين إليها فيرددها ويتغنى بها ويتمنى لو أنه أدركها، ولنصغي إليه يحدثنا بكلماته عنها: قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر فاتبعتها أنظر إليها، فإذا رسول الله وأبو بكر وعمر، وإذا عبد الله ذو البجادين المزني قد مات، وإذا هم قد حفروا له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته، وأبو بكر وعمر يدليانه إلي، والرسول يقول: أدنيا إلي أخاكما، فدلياه إلي. فلما هيأه للحده قال: اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارضى عنه، فيا ليتني كنت صاحب هذه الحفرة. تلك أمنيته الوحيدة التي كان يرجوها في دنياه، وهي لا تمت بسبب إلا ما يتهافت الناس عليه من مجد وثراء ومنصب وجاه، ذلك أنها أمنية رجل كبير القلب عظيم النفس وثيق اليقين، رجل هداه الله ورباه الرسول وقاده القرآن. وفاة عبد الله بن مسعود كانت وفاته في سنة 32 من الهجرة النبوية إلى المدينة المنورة، بعد أن أتم من عمره 64 سنة، وتم دفنه في البقيع بعد أن صلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه. والآن تنتهي حكايتنا مع أول صداح بالقرآن. إنه المعنى الحقيقي أن الإسلام يغير الحياة، وأن كل ما اقترب منه يعيش خالدا. فاسمع هذه الكلمات ولا تسمع من بعضها شيء: تعلق الفاني بالفاني يفنيه، وتعلق الفاني بالباقي يبقي. تأملها. سلام.